مداهمة منزل شخص داعم لحماس في لينز بعد فرض عقوبات أمريكية. عمدة فيينا يدعم فرض قيود على سكن طالب اللجوء لمدة 3 سنوات. انتهاء إضراب عمال شركة الخطوط الجوية النمساوية وسط تهديدات متبادلة. وزير الداخلية يكرم رجال الشرطة بعد القبض السريع على سوري. تقرير يكشف عن وفاة 5000 شخص بسبب مضاعفات المستشفيات. وأخيراً البدء في بناء عدة مدارس في فيينا فافوريت لسد فجوة النقص. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. قامت السلطات النمساوية في مدينة لينز بتفتيش منزل مصطفى عياش مؤسس منصة غزة الآن الإلكترونية وفتح تحقيق معه في تمويل الإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على المنصة ومؤسسها بتهمة دعم تنظيم حماس، وأكدت النيابة العامة التحقيق ومصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به. وقد نفى عياش التهم ووصفها بالأكاذيب، وانتقد حزب الحرية بقاء عياش في لينز دون أي مساءلة. وأوضح الحزب أن وجود مثل هذه الشخصيات في النمسا دليل فادح على فشل أجهزة الأمن الداخلي. أيد عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ مقترحات فرض شرط الإقامة على الحاصلين على حق اللجوء، معربا عن قلقه من الضغط المتزايد على الخدمات العامة. وقال لودفيغ أنه يدعم الإجراءات لتوزيع طالب اللجوء بشكل أكثر عدلا في جميع أنحاء النمسا، واقترح نائب العمدة فرض شرط الإقامة ل3 سنوات إلزامية على اللاجئين المعترف بهم، حيث أوضح لودفيغ التحديات التي تواجه فيينا بسبب لم شمل العائلات السورية، وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار تحسين فرص العمل في المناطق الريفية. أنهى عمال شركة طيران الخطوط الجوية النمساوية إضرابهم الذي استمر 36 ساعة بعد إلغاء مئات الرحلات. وأعلنت الشركة استئناف العمليات متوقعة بعض التأخيرات، حيث أقلعت الرحلات الأولى حوالي الساعة 13 من مطار فيينا. وفي الوقت نفسه يستمر التوتر بين الإدارة والعاملين، حيث هددت الشركة بنقل جزء من العمليات إلى الشركة الأم في ألمانيا. وتطالب النقابة بزيادة الرواتب على غرار عمال الشركة الأم في ألمانيا، وتصف تهديدات الشركة بأنها غير مقبولة. كرم وزير الداخلية جيهارد كارنا رجال الشرطة الذين قاموا باعتقال مشتبه به سوري هاجم شخص في رومان بلاتس بفيينا. وتم تكريم 12 من رجال الشرطة من وحدة الاستعداد وإدارة التحقيقات الجنائية، حيث نجحت الشرطة بالقبض على المشتبه به وضبطت سلاح الجريمة بعد وقت قصير من الهجوم الذي قام به سوري بطعن شاب يخدم في الجيش. وأشاد كارنر بالتعاون بين الشرطة المدنية والنظامية، وأكد استمرار الحملات المركزة ضد الجريمة. حذرت دراسة حديثة من أن البكتيريا الجلدية الحميدة قد تسبب العدوى بعد الجراحة، مما يزيد خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 1% لكل درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة. في النمسا يموت حوالي 5000 مريض سنويا بسبب العدوى بعد الجراحة، ولذلك أشارت جمعية نظافة المستشفيات إلى أهمية النظافة الوقائية، وشددت على أن الغسل الكامل للجسم وعلاج الأنف قبل الجراحة يمكن أن يساعد في الحد من هذا الخطر. وحذر الأمين العام للجمعية النمساوية للجراحة من أن العدوى بعد الجراحة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
أعلنت مدينة فيينا في الحي العاشر فافوريتن عن إنشاء 170 فصلا دراسيا جديدا مع استمرار العمل على المزيد بحلول عام 2028. وتشهد فيينا جدلا حول استخدام الفصول الدراسية في حاويات متنقلة بينما تنشأ مباني مدرسية جديدة، وفي الحي الأكثر كثافة سكانية من المقرر إكمال الفصول الجديدة في المجمع التعليمي الجديد الذي يستوعب 1100 طالب مع روضة أطفال ومدرسة ابتدائية وإعدادية ومدرسة موسيقى. ويشير المسؤولون إلى أن هذه الخطوات تضمن أفضل فرص للتعليم للأطفال وتعكس الاستثمار في المستقبل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.